بس يا اسطى، بس يابا، بس اركن لي على جنب هنا بس يا عم، نزلني يا عم، نزلني نزلني بلا قرف. ايه يا اسطى، ولا مشغل عداد ولا مشغل كاسيت نسمع اغنيه؟ يا عم اغني لك انا كاسيت ليه؟ انا اغني لك انا اغنيه حلوه، اغني لك انا اغنيه حلوه. لا بلاش والنبي، لا اسمع مني اغنيه حلوه والله. يا مهون هون هون وتروح بلدك على طول، وتروح بلدك يا كريم، وتقابل عالشط حريم مستني يقولك سلامات. ينعل ابو اللي قالك صوتك حلو. سلامات. صوتك وحش. سلامات. صوتك قذر، وبتدخل اسمك في الاغنيه وتروح بلدك يا كريم، ما تقول وتقابل حمدي الجميل. يا عم قول كلام يتعقل، وايه مخطينا بقماشه سودا ليه؟ يا ابني مفيم المركب عشان ما حدش يعرفنا. قعدت تقول لي قول لي يا اسطى، قول لي يا اسطى، عايزين نوصل ننقذ كريمه وحريمه اللي اتباعوا في قصر الجزء. كريمه وحريمه؟ كريمه واسمهم ايه؟ كريمه وفهيمه. كريمه وفهيمه. ركز كده عشان ما تبوظلناش الدنيا. لا هو دوار البحر بس. ماشي ماشي. عايزين نلحق ننقذ كريمه وحريمه اللي اتباعوا في قصر السلطان وبقوا جواري. هننقذهم ان شاء الله. انا مش فاهم يا اخي، السلطان ده ايه؟ ساب الحريم اللي في الدنيا دي كلها واشترى حريمه وكريمه؟ يا عم هم كان عليهم عرض. كان عليهم عرض؟ اه والله، حريمه وفهيمه وعليهم طمن جبنه رومي هديه. اشتراهم من اولاد رجب هو. بقول لك ايه، بدل اللماضه دي سوق بينا بسرعه، عشان انا قلت لك ناجر موتوسيكلات هنوصل اسرع. جبت لي في المخروبه دي بقالنا 5 ايام في 50 كيلو. طيب حلو قوي. الله، اقسم كده 50 كيلو على 5 ايام. فيها 10 كيلو في اليوم. طيب في دكتور تخسيس يقدر يخسسك اكتر من 10 كيلو في اليوم؟ يا ابني انت مجنون، انت معترف ان دي مركب؟ انت مجنون؟ دي متر في متر. مفيش الكلام ده، انا مش عارف افرد رجلي فيها. مفيش الكلام ده، دي باخره نفاسه. دي. اسمع مني. ايوه دي تايتانيك. تايتانيك 2. هي شبه تايتانيك في حاجه واحده. ايه؟ هتغرق بينا ان شاء الله. مفيش. يا ابني دي مركب ده. دي ايوه دي مركب. والله ما في مكان نحط ازازه ميه. يا ابني دي واسعه جدا والله، بسم الله ما شاء الله، هي حلوه جدا والله، جميله يعني. وفي هنا قاعات سينما وفي كافيهات وناس قاعده بتاخد تاني ايه. يا استاذ يلا ادخل، يلا ادخل، ادخل السينما هتبدا، يلا يا بيب يلا خش يلا الفيلم. يا ابني انت مجنون، سينمات ايه في ام المتر في متر؟ ثواني يا استاذ، سينمات ايه؟ انت اهبل يا بيه، ما تخش الفيلم اتنيل ابتدى. سينمات ايه في المتر دي؟ اسمع مني يا عم، بقولك ايه، قعدت انت جايبني الرحله دي ومش كفايه انك كلت السندوتشات اللي امي عاملاها لي؟ امك اتليه بقى، اتليه. يوم في حد يعمل سندوتشات كرومب بالبيض؟ مش عاجبك دلوقتي؟ مش دي اللي طول الطريقه بقليل بقليل؟ بقولك ايه البقليل ده، تقول لي دلافين بتلعب، دلافين بتلعب في الميه مش في المركب. فاي انا وفاهمك، عايز اتنيل اكل، اعمل ايه انا ايه دلوقتي؟ هنصطاد من البحر يا ابني، ده البحر كله خير بجد والله. امال ايه؟ ده خير، ده عز البحر ده. بص اي حاجه، جمبري كابوريا ماشي. جمبري وكابوريا وصبيط. يلا بينا. ثانيه واحده بس عشان السناره بتتلغسل. يلا. عشان انا اول مره اصطاد اصلا. ثانيه واحده. يلا يلا. وتعرف منين بقى انها اصطادت؟ السناره بتغمس. اه وتعرف منين انها غمزت؟ بتعمل لي كده. ايه ده، السناره عماله تغمز لي؟ الله، يا قله الادب. ايه ده، سنارة دي ولا شبكة؟ لا دي قالت لها ده بقى. ما تغمزيش لحد غيري، ما تغمزيش لحد. خلاص سيبها سيبها، تجيب لنا حاجة ناكلها. طيب خلاص. يلا يا رب. يلا يا رب. يا رب. يا رب. يا رب. ايه ده؟ ايه؟ تقلت يالا. يلا. يلا غمزت، شد معايا. يلا. شد يلا. شد. هنقع يا عم انت. هو انت طالب ايه؟ انا طالب سمك. لا والله امي ما طبختش غير فراخ النهارده. ايه ده؟ احنا بنصطاد من ديزني لاند. اللي جاب لك يخلي لك يا حبيبي. فرخة يا ابن المجنونة، هناكل فرخة من البحر. اسمع مني بقى، دي تطبخ، دي فظيعة، دي تطبخ وتطبخ جنبها شوية مكرونة سباكيتي. هنعمل مكرونة ايه؟ سباكيتي. اه ماشي، ونجيبها منين بقى السباكيتي دي؟ هنجيبها من البحر يا ابني، ده كله خير، انت فاهم حاجة انت؟ بجد والله. ثانية واحدة. يلا. يا ام محمد. والنبي يا ام محمد، مكرونة سباكيتي وكيس صلصة يا حبيبتي. وعلبة ايه اللي مزرق والنبي؟
ولا تبعت فكه 100 مش عامل حسابي. هو فكه 100 وكيلو قطع عشان نحلي بعد الاكل. يلا بالبحر المجنون اللي ماشي. احنا فيه. شكرا. يلا يا حبيبي. شكرا يا ام محمد. شفت يا ابني مكرونه سباجيتي وصلصه. انا مش ناقص عتها، انا مش واكل. اخلص نوصل بسرعه ننقذ البنات حبيبتنا اللي اتخطفوا. حبيبتنا حاضر يا سيدي بيه. حاضر يلا سوق بسرعه. حاضر بالراحه عشان البانيو اللي احنا راكبينه ده مش ماشي. يلا سوق بسرعه، احنا راكبين حصان يا ابني. ايه الكائن اللي ماشي وسط الميه عادي ده؟ نعد 10 يارده هتشوط؟ ايه ده؟ ايوه كلمنا السفاره حلوه كلمنا. ده في الميه ازاي ده؟ بس سيب لنا الكائنات دي انا بعرف اتعامل معاها. ايه يا عم هنعمل معاه ايه؟ بس تعالى ننزله، تعالى ننزله قبل ما يحسب وقت ضايع ونقعد بقى نطول. هنزل لك انا افهمك تعالى. يا سبحان الله في سلم بينزل على البحر اهو. صدف بنت لذينه هنا، انا جاي لك اهو. انت بتسوقني؟ كل يا ابني المركب ده على جنب يا ابني. كل يالا المركب ده على جنب يالا. ما هي مركونه هي هتمشي لوحديها، ما احنا نزلنا. كلني على المركب دي على جنب يلا انت وهو يا ايوه هي مركونه. احبسكوا وعهد الله احبسكوا. انا بتكلم اهو، احبسك انت وهو. ايوه انت عايز ايه يعني؟ مش فاهم. ايوه احبسكوا. بس هو ناسي الكلام، مسك احبسكوا احبسكوا والله ناسي. مش من اولها. صفر الحق نفسك. عايز ايه مننا؟ ركز. انا من مباحث المايه يالا. ايوه موقفنا يعني مباحث مايه. انا مش فاهم عايز ايه. انا من مباحث المايه. خلاص فوت انت. غيرناش. لا خلاص انساها انساها، نقولها في حته تانيه. هي كانت ايه؟ مش مهم. لا ما انت ما تزولنيش. وانا متعود عليك. انا حاسس ان انا ناس. قول لي هي ايه؟ مش المفروض قبل المباحث تقول لي فين الرخص وما انا اقول لك مبلوله ومن الناس تضحك؟ صح ولا انت عايز تجيب لي شنل؟ بس ده انت اول جمله. معلش. بقالك ساعه بتصور حافظ السفاره بس. صح. يلا يا عم. ولا كل يا ابن المركب ده على جنب. تاني خلص يا انت ناسي اللي جاي. هات الرخص. لا خلاص الرخص خلاص. طب في الوصل؟ ما فيش وصل. الوصل والله يا رخص واتبلت زي ما قال لك. تمام. واحنا الوصل مش معانا. ترم نفسك قاعد تهزر معايا. ايوه ليه بقى ما نهزرش معاك ليه؟ عشان من مباحث المايه يالا. مباحث ميه؟ ايوه يعني رتبتك ايه؟ ايه؟ رتبتك ايه؟ انا الكابوريا حلمي بحر. ما تهزرش معايا. انت مين؟ انا الكابوريا حلمي بحر. ده اخو حلمي بكر. ولا ايوه ثواني انت. احبسكوا. لا خلاص. ايوه يعني انت خريج كلية ايه؟ انا عايز افهم. خريج كلية ثروة سمكية. ومعروف جدا. انا عارف كل حاجة. اوبا. انا عارف عنيكوا كل حاجة. ماشي عشان ما اقولش افضح الدنيا. لا خلاص يا باشا. عارف هو الراجل ده عارف ايه؟ يكون عارف ان انا بعت باكيتة البانجو لابوك اول امبارح. طب ما خلاص ما انت بعت باكيتة يا باشا. هو باع باكيتة بانجو. حلوة ثانية واحدة. باكيتة بانجو اول امبارح. شكرا. العفو. شكرا. انت موقفنا ليه؟ واقفك عشان في مخالفات الرادار رصيدها يا حبيبي. مش عارف ولا ايه؟ مخالفات ايه؟ اقول لك بقى. اول حاجة ان انتوا ماشيين عكس اتجاه المية. عكس اتجاه ايه يا عينيا؟ عكس اتجاه
عكس اتجاه المايه. يالا صراصير احنا ماشيين، المايه كلها ماشيه اتجاه كده، وانت ماشي بالمركب عكس اتجاه المايه. مش في ام سمك ماشي في ام سمك ماشي في المايه؟ الدسوق ايه ده؟ عارف مايه ايه ده؟ تعالى يالا انت اهو. يلا خلي بالكوا يالا. خلاص يا باشا، في مخالفه تانيه. ايه؟ مفيش طفايه حريق في المركب ليه؟ ليه طفايه حريق في البحر ليه؟ نفترض المايه ولعت هتعملوا ايه؟ مش بنأمنكوا يالا انت وهو؟ مش بنأمنكوا يا بهايم؟ احنا اسفين يا باشا، موجود هنا عشان راحتكوا عشان نأمنكوا. انا عارف كل حاجه وعزه جلاله الله، ما في حاجه ما اعرفهاش. افضح الدنيا، افضح الدنيا باللي فيها. اعترفوا. ايه عارف ايه الراجل ده؟ عارف ايه؟ ما عرفش. يقولش هو ده الراجل اللي ماسك عليا صور وانا بلبوس؟ ايوه شكرا. صور وهو بلبوس. سلطه زبادي معاك والنبي. ايه ده انت بتاخد اوردر؟ ترم نفسك ثانيه واحده. ترم نفسك، انا مش جاي متبعي. ترم نفسك. انت عايز مخالفات تاني؟ ايوه. معانا حشيش هنا تحت الدواسه. حشيش تحت الدواسه. وفي خمره تحت الدواسه. خمره تحت الدريكسيون. وفي نسوان في الشنطه. نسالها ده 100 100 كده. تمام. ده انا قفلت المحضر وبقى فل. ده انا ما كنتش عارف حاجه، عرفتوني كل حاجه. دي فيها ترقيه دي؟ ده انا هبقى الجمبري. الحمد لله ان ربنا وقعني في اتنين معتيه. احمدك يا رب. الحمد لله. بس بقى مش احنا رقيناك، ممكن انت تخدمنا وتوصف لنا نروح قصر السلطان ازاي؟ عندي قبل العندي. ربنا يخليك. عندي قبل العندي. ربنا تروح فين؟ قصر السلطان. اقول لك بقى سهله الوصفه. انت هتمشي في الميه هتلاقي بحر، ما تستغربش. اوعى تستغرب. ما تستغربنيش. لا ما تستغربنيش. هتفضل ماشي في البحر على طول على طول. تمام. هتلاقي ايه؟ في ميه كتير. فما ما اهو في ايه؟ هتفضل ماشي هتلاقي موجه. عدي الموجه الاولانيه، هتلاقي موجه ثانيه. عدي الموجه الثانيه هتلاقي موجه كوميدي. اضحك واتبسط. الفرحه، الفرحه يا ابني ما بتجيش مرتين. الفرحه ما بتجيش مرتين. ما علينا، كمل. بعد موجه كوميدي هتمشي على طول هتلاقي ميدان الشهيد ميكي ماوس. تمام. تقف دقيقه احداد احترام للشهيد، ما تتجننش على نفسك. هتكمل، ما تستغربش خالص. تستغربش من الموضوع. كمل على طول على طول على طول. تمام. هتلاقي سلاحف النينجا على الجنب. ماشي، مالكش دعوه باي حاجه. هيدخلوك في مهمات وحورات، هتنزل في ملبلعات. اوعى تستغرب. مالكش دعوه باي حاجه خالص من اللي انا بقولها دي. اوعى تستغرب، اوعى تستغرب. هتكمل، هتلاقي مايكل انجلو بيعزم عليك ببيتزا. اوعى تاكلها، مسمومه. اوعى والله مسمومه. كمل على طول، ما تخافش ما تخافش. كمل على طول ماشي، هتلاقي سمكه قرش. ما تخافش عشان لعبه. كمل على طول. تمام. افضل ماشي، هتلاقي حوت. وطي وطي، هتلاقي حوت ماشي. كمل 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 كمل. اخر الشارع ده خالص هتلاقيني واقف هناك تسالني اقول لك العنوان الصح. احنا نسال نسال اي حد يا عم واحنا ماشيين وخلاص. بس خلاص هنتصرف. المهم عارف هنخش قصر السلطان ازاي؟ لا مش عارف. اقول لك انا بقى. يا ريت. اقول لك انا الصح. انت هتفضل برضو ايه في نفس طريقك، مالكش دعوه باللي انا قلته خالص. هتلاقي نفسك ماشي ماشي، هتلاقي سمكه طلعت عليك كبيره ضخمه، ما تتخضش عادي، ما فيش اصلا سمك. وهتفضل ماشي ماشي، هتلاقي السمكه ام سيف دي، هتلاقي سمكه تانية بسيف دي من السعوديه، مالكش دعوه. كمل على طول على طول على طول. هتلاقي ايه؟ ميدان تاني. ميدان الشهيد ايه؟ ميكي ماوس. لا، ميدان الشهيد بطوط. ميكي ماوس مات. هتفضل مكمل مكمل، هتلاقيني واقف هناك تسالني اقول لك الحق والحقيقه. حورش على نفسك، ما تستغربنيش. لا لا اوعى تستغربني. اوعى اوعى. في ايه؟ في اوعى اوعى. ايه في ايه؟ مش مستغربك انت، بس اهم حاجه تكون فاهم نفسك. احنا مش مستغربينك. بص ده شكله مجنون، احنا نسيبه يروح واحنا نتصرف. روح انت يا باشا، روح احنا هنتصرف. روح. ايه ده؟ انا تايه في البحر بقالي سنين. ده انا ما صدقت لقيت اتنين معتيه يوصفوا لي انا فين في المايه. انت عايز تروح؟ ايوه. انا وصف لك بقى. وصف لي بقى. انا وصف لك. الوصفه الصح. الوصفه الصح. بص اسمع مني. ماشي. هتمشي كده طوالي. تمام. طيب. هتلاقي نيل. ماشي. عدي النيل الاولاني. هتلاقي نيل تاني. عدي النيل التاني. أيوة. هتلاقي نيل دراما. عيط وتقهر وازعل. ليه كده؟ ليه كده؟ انا وديك موجه كوميدي تضحك، توديني النيل دراما عيط. مش معنى انا في حاجات لازم نناقشها تعطيعيات في النص. ماشي. كمل على طول. طول على طول. تمام. هتلاقي مازنجر زعلان. إيه ده؟ تمام. متضايق وطلع القبضتين المدمرتين، فهو زعلان عشانه قوي. تمام. وفي زعلان على فاتن عشان فاتن ماتت. والله. تمام. كمل على كمل على طول. لف لف من عند مازنجر اسالني انا هقول لك انت فين بالظبط. انتوا من هنا بقى من الميه وعارفين كل حاجه.
الله، ما انا افتكرتكم غرب يعني والدنيا ليه كده. يا بيه الراجل بيهزر معاك عشان توصف لنا بجد بقى. خلصنا التاريخ، خش على الجد. عايزين نروح قصر السلطان. قصر السلطان اقول لك بقى الوصفه اللي بحقه وحقيقي مالكش دعوه بالفده كله. ماشي. تمام، مالكش كل الفده ايه اي كلام في اي حته. ركز بقى في الصح. انت هتفضل ماشي على طول، هتلاقي اول يمين تخش اول يمين في تاني شمال، في تالت يمين، في رابع يمين، في خامس شمال، في سادس يمين، في سابع يمين، في تامن يمين، في تاسع شمال، في عاشر يمين، في 11 يمين، في 12 يمين، في 13 شمال. 14 يمين و9 شمال. مبروك كسبت الجنيه الذهب، ألف مبروك. فين الجواري؟ فين الجواري؟ فين؟ أما بدا يتسنى جبلب وستاني واتغدى جمشت وقاعد يتفلى أمان 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 أمان. يو بقى فين الجواري؟ اوه كل يوم اجي القصر ده ملاقيش الجواري، مفيش غير فيروز هي اللي عارفه. يا فيروز يا فيروز، ايه الدوشه دي؟ في ايه؟ في ايه يا سنبل اخا؟ عاملين اخا على الصبح ليه؟ ايه اللي فيه؟ ايه فين الجواري؟ الجواري بجهزه عشان خاطر السلطان. مالك بقى؟ لا اوعى تزعقيلي كده، انا سنبل اخا. يعني ايه سنبل اغا؟ مش عارفه يعني ايه اغا؟ لا مش عارفه. ما تتفرجيش على حريم السلطان؟ طيب خلاص ما تزعلش. خلاص فين طبي الجواري؟ بص الجريتين اللي جم جداد انا جهزتهم وكله تمام، بس في جريتين الصبح انت جبتهم انا لسه ما شفتهمش. ايوه في جريتين كده لقيتهم في البحر، رحت جايبهم معايا وانا جاي. لا دول لسه ما شفتهمش. طيب انا لازم دلوقتي تحضري لي كل الجواري عشان لازم اعمل الرقصه عشان في ضيف جاي للسلطان ولازم يبس. ده انا هجيب لك اقدم واشطر جريتين عندي. ماشي. وانت بقى حضرهم. ماشي خلاص هاتهم لي. يا اسمهان يا بركه. ايوه يا ست فيروز، تعالي يا ست تعالي. انا هسيبهم لك تدربهم وانا اشوف بقيه البنات. ماشي طيب. ماشي احنا جينا اهو يا ابو سنبل وجاهزين عشان حصه الايروبيكس. ايروبيكس ايه؟ احنا هنعمل الحاجات ديت مش ايروبيكس خالص. انا كل حماسه، انا جاهزه جدا. يا حاجه هتعرفي تعملي معانا الحاجات دي؟ بس بص خلي بالك دي اخرها كده، ما بترجعش لورا. طب انت معاكي الادويه عشان لو حصل حاجه واحنا بنعمل الاستعراض؟ حاجه تتنسي معاكي يعني؟ معايا الانسولين، معايا اسمان على مقامك اللينوفايجين، معايا الكوتوفان، كل حاجه. طيب وانت يا بنتي جاهزه؟ جاهزه يا سنبل. يا جواري انتوا يا جواري. يا نسوان يا نسوان فين؟ ايه النبي يا وزير وانت حلوه وامور كده، انا اسم الله على مقامك كنت عامله كده عملي على قدي عشان السلطان يحبني. اتمنى كل الجواري يحبها ولا يحبنيش، انا معرفش ليه، مش قادره افهم ايه السبب. فانا عملت له العمل ده على البنا شكلس بالمحبه. وانت بتكلمه اسقله له في بقه. هاتي هاتي حاضر، هاتي الحجاب هسقله في بقه. حاضر يا ابن. والله هفق موت. يا وزير بقى انت في ايه اللي جابك دلوقتي؟ ايه يا اغا ظبطت الاستعراضات خلاص؟ لسه كنت عامل الاستعراض اهو. طب يلا كويس ان انا جيت في الوقت المناسب عشان اتفرج عليها عشان السلطان. طيب اتفضل. يلا يا حبيبي ركزوا معايا.
ايدينا لازم تبقى انسيابيه كده، عينينا تبقى في عينين السلطان ونبص له ونشوفه، يا ترى حيران غضبان جربان، المهم نفهم ماله. نرفع ايدينا كده لفوق، يلا بينا. ازاي تدخل كده؟ انت عايز تبص على الجواري ولا ايه؟ انا مش جاي عشان الجواري. ما جاي عشان مين؟ انا جاي عشانك انت اسمراني. انا ماليش بالجوار. انا انت عارف انا مين؟ مين؟ انا صب الاغا. ايوه انت مين؟ انا ابراهيم عبده عبد سلام حمدي الاغا حبيبي. يا لا وحشني والله. وانت كمان خليك معايا. خليكوا زي ما انتوا، انا هجيب شامبو واجي. كل لما يتزنق يروح يجيب حاجات غريبه ويجي بيقول اي هبل وخلاص. هو راح فين يا شامبو؟ مين ده يا حاجه؟ مين الراجل اللي كان هنا؟ ايه اللي ما فيش حد بتعد شيء يا ابني؟ مش كان واقف حسبت ولا حاسب؟ انا حاسب ايه؟ لما كنا قدناها بالشاب وخلاص. يلا يما على مستشفى الدمرداش. مستشفى هنعالجك على نفقه السلطنه. انت عامل لي فيها نبيل عبيد القصر. ايه وزير ده وزير كده؟ كسفتني قدامي الجواري بتوعي. كسفتك ايه يا زفت؟ البنات نشفت وانت لسه طاري. يا دنشف بقى يالا. والله انا ما كنتش عايز ابقى اغا اصلا. انا نفسي افهم انت ليه بقيت اغا. دي حكايه طويله احكيها لك. لا. في يوم كنت ماشي وسط الغابات، دخلت وسط الغابات والنباتات، فجاه لقيت زرعه بتقول لي مالك يا تامر؟ خد يا تامر يا تامر. يا تفي انت الكذب اللي انت فيه ده، هو في تامر في تركيا؟ يعني في زرعه بتتكلم؟ اكمل لك؟ لا. المهم قلت لها مالك مالك يا زرعه فيك ايه؟ قالت لي مالك وشك مخطوف كده؟ قلت لها فعلا. ومن ساعتها خدتها حكمه. ان جار عليك الزمن ميل 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 وحدف منديله كاتب على طرفك. بس فهمت حاجه؟ لا. ما تكلمناش بقى يا ابني. انا نفسي تسترجل بس. وانا والله العظيم اعمل لك اي حاجه ياض عشان تسترجل. طب اشتمني كده عصبني يمكن يطلع الراجل اللي جوايا. يا لهوي ده سهله جدا. طب يلا 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 يلي مش راجل. الله. يا راجل يا ناقص. يا ريت يا ريت ده يجيلي شغل اكتر. يا ابني يجيلك شغل ايه ده اللي بهينك؟ انا بستنى الحاجات دي، ما انا بمشي في الشارع استنى الحاجات دي، ونفسي في حياتي حد بس يقول لي اغا اجري عليه على طول. يا اغا. ايوه سيبني سيبني. الله يكرم بيتك عامل زي الفرقع نوز. اوه يا تسترجل ياد مره واحده. لا معرفش. طب انا نفسي اسالك سؤال دلوقتي. اتفضل. ايه علاقتك بالجنس الاخر؟ الفضائيين. تصلك جنس تالت فما تفهمش اللي انا بتكلم فيه. مين طب؟ ايه علاقتك بالبنات؟ لا 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 بتكسف. يا لهوي تتكسف؟ لا ما ينفعش يا ابني. ما اقدرش. لا ما تقدرش. انت عمرك ما علقت بنات؟ لا لا يا خالص. لا لا خالص. ايه لازم؟ تعالى ادخل هنا، انت لازم تنشف وتعلق بنات. هتعلمني؟ انا هعلمك. يلا انت فاكرني وزير؟ ده انا كنت بقف على النقاصه اشرب بانجو. الله. ايوه هيعلمني بقى وابقى راجل كده واعرف اعاكس كل البنات. انت دخلت الحمام ولا ايه؟ ثانيه واحده انا جاي لك اهو. يا فيروز. نعم. اتفرج بقى. ما يلا بلاش محن في ايه. هو احنا علينا يوم السبت الساعة 10 ايه؟ عندنا بحبك. خدت بالك قلت السبت الساعة 10 بس.
سهلين موت يلا. والله ما عملت حاجه. بص كتابين من بتوع اعداديه ولا الدره ما فيهاش ازازه اهي. طب انا عايز اعمل كده والنبي. لا اهم حاجه الكتف. كتف؟ ايوه اخبط بالكتف هتجيب السر في الكتف. طيب حازم يلا استنى ثانيه واحده. يلا ادخل عليه. هديك في اسنانه. ضحكتني والله. ضحكتك انا جايب لك شريط نكت. خلاص خلاص. انشف شويه انشف راجل. ايوه. بتضحك قوي والله. اشيلك ارميك بره. خلاص خلاص خلاص. بتضحك قوي ايه يا ابني مش نكت ايه؟ خلاص كتف. انشف الكتف الكتف. اي 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 كتف كتف يا لازم اروح الهوسبيتال بسرعه مش قادر. Something in here I can't. What happened baby? I can't flushes. اخرج انت روح المدرسه يلا. لا حول ولا قوه الا بالله يا ابني عمرك ما هتنشف. نفسي تبقى راجل مره واحده. يا عم انا متضايق بقى. انت عارف انا نفسي في ايه دلوقتي؟ نفسك في ايه يا سيدي؟ نفسي اشرب شاي. ايه ده بجد والله؟ والله. معاك كوبايه؟ معايا اهي. اشرب يا سيدي شاي تقيل اهو. اسكندراني بقول لك ما تلاقوش في الازاريطه. ربنا يخليك. يا والله العظيم اهم حاجه انت تفرح. شوف كلامي معاك والله نساني الظهر فاتني. هو ودن؟ اه. طب ما تتودى يا جدع بقى. بس الف شكر يا صاحبي. بسطول السلطان يا نهار اسود. بس جلالة السلطان سليمان القانوني. ايه الاخبار؟ كله تمام يا مولاي. اخبار الحرام لك ايه؟ بالراحه يا ابني بالراحه بالراحه هوي بالراحه. ها اخبار الحرام لك ايه؟ كل الحرام. هغيرك اجيب مروحه سقف. بالراحه وريني ازاي. بالنسبة للحريم الجداد هتجيب لي برد كده يا ابني. حريم الجداد اللي جم الحرام لك اخبارهم ايه؟ كويسين؟ كويسين ومية مية يا مولاي. اكدت منهم بش... انت بتعامل لي كصباع كفتة ليه يا ابني؟ هوي بالراحة. اتأكدت منهم ولاحظت ان متفاجئ انت. ها تأكدت منهم وتأكدت ان كل تعال 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 المايه اللي هنا سخنه. ها هو عليها عايزها تل. هو على دي يلا هو. تأكدت من الحريم وعرفت ان هم يعني مفيدين بالنسبه للقصر ومفيدين ومفيدين بالنسبه للحراملك. ده اكيد يا مولاي. قلقني قلقني انا جايبك تقلقني. تعال 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 اطلع هوا على الاستاذ. تعال هو على الاستاذ نوم. والسجاير انت ما سبتهاش في الاوضه ليه؟ يعني مش مقامل لاصحابك؟ ده سجارتين يا معفن. يعني سجارتين خايف عليهم؟ ماشي بعدين بعدين. هقعد الم وراكو. داخل بسجاير؟ ماشي مهم. ده داخل بشيشه ولا ايه؟ المهم
بالنسبة للسلطنة طبعا انت بتحب السلطنة يا براهيم. ده اكيد يا مولاي. واكيد بتحب السلطان. ده اكيد. يعني ما هو مش فاهم انا الدور ده. انا مش فاهم الدور. واكيد بتحب السلطان. ده اكيد طبعا يا مولاي. قائد الدرك بيخن يا براهيم. يا ابن اللعيبة. مش قصدي طبعا يا مولاي، بس بيخونك مع مين يعني؟ بيخني مع الجارية اللي عندنا هنا اللي اسمها اسمهان. يا بنت اللعيبة. ايه ده يا مولاي؟ لا سيبني اقتله بقى يا مولاي. هتقتله في الوقت المناسب. في الوقت المناسب هديلك اشارة معينة، هطلع المنديل الاحمر ده، هشاور لك كده اهو، تقوم منقض عليه انقضاضة رجل واحد. ها؟ طبعا يا مولاي. لوحدك. تقتله من غير ما حد يعرف. هقتله يا مولاي. في توقيت ما هقولك عليه. حاضر يا مولاي. ماشي. عايز حاجة؟ لا. حضرتك عايز انا حاجة؟ مستني بس قائد الدرك، لان في مؤامرة بتحصل عليا. واحد عايز يختلني. واحد عايز يختلني، هيجيب لي اخباره وبعدين هقولك تقتله. تقتله على طول. حاضر يا مولاي. اتكل انت. سلام عليكم. ايه يعني ما وريش غيرك ولا ايه؟ اهدى كده واشتغل، اشتغل بهدوء. مولاي ام ميس يو. سنبل اغا، اهلا وسهلا، وحشتني يا سنبل. بجد يا مولاي وحشتك. مش وحشتني كده. امال ازاي؟ بقالي فتره ما شفتكش. ها سنبل اغا. ايه؟ الوزير براهيم بيخن يا سنبل. ايه ده؟ يعني طلع جاسوس؟ لا مش جاسوس، تولع السلطنة، مش دي القضية. بيخني مع واحدة من الجواري اللي هنا. اوعى تكون اسمهان. هي مفيش غيرها ولا ايه؟ هي فعلا اسمهان. خلاص يبقى نقتلها يا مولاي. لا ما تقتلهاش، انا بحبها يا سنبل. امال نقتل مين؟ هنقتل الوزير براهيم. وانت اللي هتقتله. انا؟ ايوه انت. في لحظة ما هشاور لك بالمنديل الاحمر ده، هتنقض عليه. حاضر. ماشي. خلاص؟ ماشي يا مولاي. اتكل انت يا براهيم. يا سنبل اتكل. طب سلام. مع السلامة. سلم. سلم ايه؟ ما انا سلمت خلاص. مع السلامة. سلام. اللي هو ايه يعني؟ سلام. الله، وبوسة يمين وبوسة شمال يعني. ايوه. حاضر. بتنشل في النص. قلنا واحدة يمين واحدة شمال. انتوا اللي اديتوني الدور ده. ما انت قال يا واحد في الدور. لا مش انا. انا مش فاهم دورك. انا مش فاهم. بقول لك ايه، اتكل على الله. قائد الدرك. دستور. دستور يا مولاي. مولاي السلطان. فنون شعبية داخل عليا. ايه اللي بيحصل؟ معلش يا جناب السلطان. تعمل ايه؟ وبدي بعدين مش قدام الناس بترشيني. والله لو عملت ايه؟ مولاي السلطان العظيم، أنا مش فاهم. أنا جايبه لنفسي. أنا جايبه لنفسي. قائد الدرك. أيوة يا مولاي. أيوة هوي هنا. قائد الدرك. أيوة يا مولاي. لو سمحت يا مولاي بعد إذنك، ممكن تجيبه على أقل حاجة الجو تلج. إثبت واسمع الكلام. ها؟ أيوة يا مولاي. ها إيه يا مولاي؟ سنبل بيخني.
سنبل بيخونك؟ ايوه. ازاي ده أغا؟ لا مش بيخني كده، لا يعني هو تآمر مع بعض الاشخاص على شخصي عشان تآمر ضد السلطنه، يبقى يتقتل. يتقتل يتقتل وبدون سبب عادي. انت اللي هتقتله. انا اقتله يا مولاي؟ اديني انت الاشاره وانا اقتله في التو واللحظه يا جناب السلطان العظيم. في لحظه ما هشاور لك بالمنديل الاحمر ده. ايوه يا مولاي. هتقوم منقض على سنبل اغا تقتله. اقتله يا مولاي؟ طبعا يا مولاي، امال هعمل ايه يعني؟ وانا وظيفتي احميك يا مولاي. يعني انت نفسك تبقى عاطف عوض ولا ايه؟ مش فاهم. طيب يعني هقول لك تقتله، بس اهم حاجه. ايوه يا مولاي. الراجل المتآمر اللي كان عايز يقتلني ده ظبطوه ولا لسه؟ لا لسه ما جبناهوش، لكن هنقبض على المتآمر يا مولاي طول ما انا موجود. وده اعلى واحد عندي في السلطان. انا اللي بحميك يا جلاله السلطان. طبعا طبعا. اتفضل. اتفضل فين يا مولاي؟ اتفضل انت روح. حاضر يا مولاي السلطان. تكل. حاسب الديكور. يا اخي كل حاجه بتبوظ، كل حاجه بتبوظ. انا مش عارف انا قلت لمين يقتل مين ومين ما يقتلش مين، مش اشكال. اما اديهم الاشاره بالمنديل كله يقتل بعضه زي ما قلت لهم. ايه ده؟ مولاي السلطان في الحرم لك؟ اهلا يا فيروز. اهلا يا مولاي. اخبارك ايه يا فيروز؟ كله تمام يا انا مولاي. قلت لك تقتلي حد او حاجه؟ لا اليومين دول ما حصلش. قبل كده حصل ونفذتي؟ طبعا. تمام يا فيروز. حضرتك تؤمر بأي حاجة تانية؟ فيروز أنا قلتلك قبل كده إن أنا بحبك؟ لا يا مولاي. معقولة يا فيروز؟ لا. اوعي اوعي. إيه؟ المدام جت، المدام جت. طيب. اوعي اوعي. هتقتل المدام؟ أنت بني آدم. عدل، وقف باحترام. هيام هانم خلاتو. خرشوف. ايوه ايه؟ خانون؟ خانون. هيام هانم خانون. اهلا يا هيام هان. مولاي انا 100 مره اقول لك انا ما اسميش هيام، اسمي هيام. امال ايه هيام ده؟ مفيش، ابويا راح يسجل اسمي في السجل المدني، وطبعا انت عارف ان هو اخرس. الموظف بيساله اسم البنوته ايه؟ قال له هيام. فسماكي هيام؟ لكن انا اصلا اسمي هيام عبد الله، مدرسه احياء في الثانويه بنات. لكن هيام برضو ليه وقع كده، تحس ان في عظمه. هيام هيام. يا مولاي هيام اللي في المسلسل قمر عني. انت اللي قمر؟ بس هي بزياده. انت اللي قمر؟ مين اللي بزياده والنبي؟ انت مش ده، انت المجموعه الشمسيه كلها. مولاي فين فيروز؟ فيروز اكيد في الثلاجه. هزار سلاطين. فيروز. نعم يا مولاتي. بالراحة عليها عشان ما تفرش. سلاطين دايما دمهم تقيل كده. نستأذن انا والشخص. تعال فضل. وايه الريشة دي وقعت منك؟ فضل فضل. خد في ريشة كمان. ايه؟ سيبها سيبها، نقعد ساعة في الريشة. فيروز. نعم يا مولاتي. في جواري جديده جت النهارده؟ في 2 جم الصبح يا مولاتي. حلوين؟
لا هو انا ما شفتهمش، بس انت قلقانه من حاجه؟ يعني موضوع الجواري ده بقى كبير قوي وكتير قوي. ايه كميه الجواري اللي عند السلطان ده؟ طالع بجاريه نازل بجاريه. تخيلي يا فيروز، امبارح بقلعوا الروب طلعت جريتين من تحت باطه. في ايه؟ انت جايه تتضايقي دلوقتي يا مولاتي بعد ما بقى عنده 300 جاريه؟ ما هو عشان الموضوع ده بقى يا فيروز انا عايزاكي تقوميلي بمهمه. لو عملتيها زي ما انا عايزه ليكي عندي مكافاه عظيمه. مكافاه ايه يا مولاتي؟ طبق كشري من ابو طارق عليه شويه دقه من فوق، تاكليه من هنا تفلقي الدنيا من هنا. كشري؟ اه. طب انجازه عايزه ايه؟ بنت. ازاي تكلمي حضراتنا بهذا الاسلوب؟ فلت سيس خسيس خرسيس. عفوا يا مولاتي. بصي يا فيروز، خدي السم ده حطي لي الجواري في الاكل بتاعهم. انت عايزاني اقتلهم يا مولاتي؟ ومين قالك ان انت اللي هتقتليهم؟ امال مين اللي هيقتلهم؟ السم هو اللي هيقتلهم. بحب الضحك قوي. طب خلاص حاضر يا مولاتي، بقى ما تصدعيناش. بنت، ازاي تكلمي حضراتنا بهذا الاسلوب؟ فلت سيس خسيس خرسيس. ايه سيس خرسيس اللي عماله تقوليها دي؟ هو مش احنا اتراك؟ ايوه بس بنتكلم مصري عادي. عادي المصره ازاي؟ بنت، فلت سيس خسيس خرسيس رمسيس عدب 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 جيزه. نعم يا مولاتي. عرفتي هتعملي ايه؟ عرفتي يا مولاتي هتعملي ايه؟ هشتغلك تباع. برافو. سلطانة دمها يلطش. يا بنات يا بنات بعد اذنكم تعالوا. ايوه يا ست فيروز، خشي بقى يا ست بركه. طلعتي عينيا حرام عليك. هو انا اللي قلت لك العبي بيا حليب يا لبن ولف الحرام لك؟ انا اللي قلت لك، انا اللي جبته لنفسي يا ستي. بس قولي لي يا بنت، ايه رايك في اللوك بتاع الست شوشن بدر في مسلسل ساره؟ فظيع. انا بحبك في كل حالاتك يا ست بركه. انا نفسي اعرف يا بكشه انت بتحبيني ليه؟ عارفه سر حبي ليك ايه يا ست بركه؟ اه نفسي اعرف. نفسي اتعلم منك كده واخد من خبرتك. اديكي من خبرتي؟ انت هتجيبي البقدونس والكرات والشبت، هتروحي منزله الشبت جايبه جشتين زيت عشان شبت ايه وكرات ايه؟ وبقى ما ناخد بقى القلقاسه دي نقطعها ونعمل قلقاس في ايه؟ وانا بقول لك عايزه اتعلم الطبيخ. اقولك عايز اخد من خبرتك. اسمعي بقى، حرام عليك خبرتك، انت هنا في القصر من زمان، عارفه بقى السلطان بيحب ايه بيكره ايه كده يعني. السلطان البكس ده ما تجيبش سيرته تاني، انا بكرهه. معرفش يا اختي ما بيحبنيش ليه، كل الجواري يروحوله ويجوا من عنده وانا ما بيختارنيش ولا في اي ليله. معلش حقك عليا انا يا ست بركه. المهم احكي لي بقى كده على ايام زمان كنت بتعملوا فيها ايه. ايام زمان شفتوا عز ايه انتوا ولا تهنتوا فين؟ شايفه يا بنت رسمه العندي؟ الله، دي من ايام الفراعنه ما اتمسحتش. لو انت هنا في القصر من ايام الفراعنه؟ اه كانت ايام كلها عز. كان الجنيه الحجر ده ناخده ونطلع على القناطر ناجر عجلات حربيه ونقعد نلعب ونجاتا تاخر جاتاتا. بعدها بقى ايه، نطلع شمال على مقامك على سينما شهير ونجيب شكوبوني وفستق ولوز ونتبسط. الله، وكنت بتلبسوا ايه بقى يا ست بركة؟ اه اللبس ده ايه، اكل المنجب والكت ونمشي بقى ايه وسط المعابد كده نتأنتك. الله، بصي ملبسنا طويل ووحش ازاي؟ بحارة ويقول لك جواري قال. مش فاهم، عمال يلعب في القصر بقاله كتير. عمل لي نونجا تورتوز. بقول لك ايه، والله حكاياتك يا ست بركه زي الفل، بس احنا ورانا شغل كتير. فين كريمه وفهيمه؟ جايين ورايا. يا كريمه يا كريمه. جاي شو بدك مني؟ شو بدك مني؟ ايه انت شو بدك مني؟ ايه شو بتريدي مني حياتي؟ انت كنت فين؟ انا كنت مع فهيمه جوه. وهي فين فهيمه؟ يا فهيمه يا فهيمه وينك؟ تعي لهون. ياه ما قلنا جايين، يعني هي الدنيا طارت. ادي فهيمه جت اهي، ده ربنا خلق الدنيا في ست ايام، فيه ايه عايزه ايه مني؟ انت شو كنت بتعملي؟ كنت باخد غيارات السلطان في امين في الفاسقيه. انت عم تمزحي؟ ايه بيمزح واكنس واطبخ.
حياتي ان احنا هون بشغل. اسمعي انا قررت انه نقتل هيام خانم. يوه وماله نقتله؟ ما نقتلهاش ليه؟ انت اللي رح تقتليها. لا اقتله لا اغزها لكن اقتله لا. خلص انا عرفت مين اللي راح يقتلها. مين؟ الحجه بركه. هيدي اجر برا واجر جوا، يعني اذا قتلتها وانعدمت ما راح نخسر شيء كبير. ما هيك؟ ما هيك طبعا. اوكي يلا افتحي معه الموضوع واتركي الباقي لالي. استنى يا حجي بركه. تعالي يا اختي وحشاني والله. ازاي؟ ازيك يا بنت؟ ازاي امك عامله ايه؟ بتسلم عليك. تعالي يا اختي عايزينك كده في موضوع كده على مقوسهم يعني. اتفضلي يا بنت. بقول لك ايه، احنا قررنا نقتل السلطان هيام. احنا اولا واخيرا نشتري راجل على ايه؟ نقتل نفس. اقتل السلطان هيام ليه؟ يوه هو انت نسيتي يا اختي هي عملت فيكي ايه زمان؟ لا 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 ما يصحش كيدي، ده انت لو نسيتي افكري كاني. يا بنتي مش متذكره انت، فكريني. فكريها انت. شو ما انك متذكره لما كنتي طالعه فوق تتقضي ليلي مع السلطان بقوته وهي خافت عنك دواء السكر اللي بوس. ما نتجناش على الناس يا بنت، اللي بوس ده بتاع خافت حراره مش بتاع سكر ده. طب استني انا افكر. فاكره يا حجي لما شنكليتك اما كنت بتلعبي ماتش التنس؟ برضو دي منافسه شريفه ما تستحقش. ايه ده، انا افتكرت دي عامله فيا عامله بنت اللذينه، خلتني قاعده بذاكر وراحت اصفال القلم الرصاص. دي تستحق الاكل والف تستحق الاكل. ايه بس كيف بدنا نقتلها؟ كيف بدنا نحنا بنحط لها السم بالاكل؟ بالدنتله؟ دنتله تنسل. نسلقها بالدنتله ازاي؟ استني يا حاج انا اقولك على حاج، احنا نحشي رقبتها بالمنجالي. بالمنجها؟ هي فعلا تموت بالمنجها. احنا نلبس ونتمنجح على شنجة عشرة ونحط الدنتية هنا اهو زي ما قالت الست مية دياب، ونقف نتشيك كده ونوريها منتهى الشياكة تطب غيرانة في الترعة. خلاص اتفقنا ديل. جي يا ست مريم فارس. يا ست بركة انت معطلاي البنات ومعطلة الشغل اللي احنا قدامنا كتير قوي عشان نعمله. بص يا بنات، النهاردة السلطان جاي له ضيف مهم جدا ولازم نرفع راس السلطان وراس السلطانة فوق قوي. طيب إيه؟ انا عندي بس سؤال بسيط. اتفضلي يا ست بركة. هل السلطان هياخد محزية معاه النهاردة ولا مش هياخد؟ ما انت عارفة يا ست بركة ربنا اديله الصحة كل يوم فيه محزية. طب والنبي بقى اذا كان كده اكون انا في الاول، احسن بقى لي قرن ونص بتحلل هنا في الحرم لك. ما انت عارفه يا ست بركه ما ينفعش حد يدخله، هو اللي بيختار المحظيات بنفسه. يا ست فاروز ارجوك، انا من زمان قاعده، انت تعرف الخواجه كنتاكي؟ ايوه ابو شعر ابيض ده. اهو انا بقى اعرفه من ايام ما كان شعره اسود. طيب خلاص تعالي لي بكره وهدخلك. يا ست فاروز مش كل مره تعمليها معايا. لا انت المره اللي فاتت تبعتين التامينات والمعاشات في مدينه نصر، بعدين يردوني عليك عشان الختم البيضاوي، يعني اروح لعمرو الناس عشان اخش للسلطان؟ لا ما تروحيش لحد، انا هدخلك. خلاص ما تزعليش. ارجوك يا كنت شاكره افضلك. حاضر. فين البنتين اللي جم النهارده الصبح؟ ازيكم يا جواري كسر. وأطير وأرفرف في الفضا. القرف ده، انتوا داخلين كباريه ولا ايه؟ اسمك ايه يا بنت منك ليها؟ انا اسمي سندرين. اسمك ايه؟ سندرين والدلع صندوق. وانت يا بنت اسمك ايه؟ ام سيد. ايوه جاريه بالليل والصبح بتبيع فجر. ايه الاسامي دي؟ اسامي دي؟ وانت اسمك ايه يا حلوه يا اختي على كده؟ اسمك ايه؟ انا اسمي فيروز. طب ما انت شوبس رمان حطت عليكي في السوق. الفيروز ايه؟ لا لا لا، ده انتوا عايزين لكم قاعده لوحديكم، سيبهم لي. نسيبهم لك ايه؟ هو الحرام لك لمه ولا ايه؟ دول جواري، دول دوالي.
وانت متضايقه ليه؟ خلي الصنف كله يبقى كده عشان السلطان ما يشوفش غيرنا. يا بنت دول اشكال عجر. كلمي كده تاني يا اما. انا بقى اللي عرفتك يا باك شانتي. ايه يا اختي؟ مش حضرتك الاسد اللي كان مع استاذ عادل امام في المسرحيه؟ يا باكشة تعالي تعالي نمشي يا ست بركة. عاملة بني آدم قال. يلا يلا يا ماما نونة اتكلي على الله. يلا يا حبيبتي. والله دي مجارية دي صدقة جارية. فاكراني هسكت لها؟ ده أنا لساني متبري مني. أيوة. أنا مش عارفة إيه المناظر اللي جايبينها لي دول يبقوا جواري. مناظر إيه يا حبيبتي؟ بس 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 دي هتردي عليها ولا انبطي يا مفروشة؟ انكدي يا اختي. هي يا اختي مفروسه، بصي على شعرها، بصي على شعري، كلبه بلدي واقفه. والله وقفت قدام المرايه قعدت اسبح ربنا ليه كده تديني الجمال ده؟ خد ودي حد محتاج. انا حلوه وزي الفل وانا غنوه في بقي الكل. حلوه دي يا كدابه، ده انت القطر ماشي على وشك 50 مره. هم 40 بس يا اختي. وبعدين ايه الجاريه اللي جايبينها لي دي؟ شبه قدره الفول. تاخدي حبه. كلموني كده ازاي؟ ده انا كبرت الجواري. يعني كبرت الكهنة؟ الله يحزنا. يا لا يا ام انسان طويل، يعني مفيش واحدة فيكوا تقدر تشم ريحة السلطان الا بامري. ليه معاك البرفيوم بتاعه؟ انا مزهق على مزهق. ما تقرسيش عليها في الضحك يا اختي. مش قادرة. يا لهوي. هو انتوا فاكرين نفسكوا سيع؟ ده نصيع منكم، ده انا عديت بأي حاجة انتوا عديتوا بيها 7 مرات. ليه والدة؟ خير اللهم اجعله خير يا اختي. يا رب كتر الضحك ده يكون ابو محمد جه من العراق. يا رب يا اختي. معرفش دايما بيقولوا كده بعد ما بيضحكوا. بص احنا جايين من الشارع. سيع ما وريناش حاجة. ايوه جايين من الشارع، بس انتوا في بلاط اعظم سلطان. سلطان ومركب بلاط ما يركب بروسلين. انا مش فاهمه ازاي السلطان ممكن ياخد واحده منكم محزيه. ياخد واحده ايه؟ محزيه. حسب يا اختي، محزيه رز ولا محزيه فريك؟ شفتي الخيال؟ أيوة. ربطت المحزيه بالحمام، خيال. والله بصي انا حلوه وزي الفل وانا غنوه في بقي الكل. يا بنتي ده انت الكذب بينقط منك. طب انا عايزه اشوف السلطان لما يجي هتبقي عامله زي انت وهي. اعملي انت السلطان واعملي انت الجاريه. هعمل يا اختي السلطان. ما اعملش السلطان. اعملي يا بنت السلطان، رزقي جاي لك. جاريه السلطان. يلا يلا يا جواري. امر مولاي. تعالى يا روش. يلا بينا. يلا بي. ايه رايك؟ ايه يا بنت القرف ده؟ عندها حق، انا صاحبك وقرفت. يا اختي انا انفع في الجاريه، انا حلوه وزي الفل وانا غنوه في بق الكل. والله العظيم هتجيبي لي السكر. اجيب لك معبك وشاي. اسكتي يا اختي ما تسيبينيش اتكلم. اسكتي. ده انا معبيه. يا لهوي يا الله. لا انا مش قادر اقعد معاكم. يا كريمه يا فهيمه تعالوا بسرعه. كريمه وفهيمه. ايوه جايين. بقول لكم ايه، ربع ساعة، ربع ساعة بس، تعلموهم كل اللي عرفتوه، ماشي؟ عينينا. أعوذ بالله يا ربي. يلا بقى، يلا احنا نظهر لهم ولا لا؟ نظهر لهم إيه؟ احنا نختبرهم، دي فرصة. يعني نشوفهم بيحبونا ولا لا؟ أمال إيه؟ افهم بقى، يلا الدخلة. أوعى، عاملين إيه؟ إزيك يا أختي؟ إزيك يا حبيبتي، عاملة إيه؟ أنا منيحة. منيحة؟ أنتِ منين؟ أنا لبنانية. لبنانية. وأنتِ؟ بولاقية. شوف بلاقيه زي اللبنانيه كده يا حبيبتي. امال ايه؟ طب انت كيف جيتي عهون؟ جيتي عهون. فكرتني باللي كان والذي مضى يا اختي. انا واحد ضحك عليا وخلى الدنيا تلف بيا تلف بيا تلف بيا كاني لك بس سيموليتور، لف بيا لف بيا. فجالت نفسي انا والله يا اختي يا حبيبتي. خلاص حياتي ما تبكي. طب انت شو كنتي بتشتغلي قبل ما تيجي عهون؟ كنت بعمل افلام ثقافيه. بثقف الناس ووعيهم. اما ليه لازم اثقفهم ووعيهم من خطر القادم؟ انا الخطر القادم. اما ليه؟ عارفه الجمجمه اللي عليها اكس؟ اهديك جمجمه وانا الاكس. خلي بالك بقى بعد كده. ان شاء الله راح تنبسطي هون معنا كتير. ان شاء الله الاقي حد يبسطني ويقدر الامكانيات. حكمانا حاجه ايه في الاوبشن، تقفيل خليجي ودي تقفيل صعيدي. انت بقى كنت مرتبطه يا حبيبتي؟
إيه انا كنت مرتبطه بشخص كان كتير معفن يا بنتي. شو امي تعبانه عندها القلب والله يا حبيبتي يا اختي، كان معظم هيك وما عنده لحم، كان معصعص. ده على اساس ان ده زبادي يعني ولا ايه؟ وكان اصلع ما عنده شيء نتفت شعره براسه. انت بنت الكدابه، كدابه قوي دي، طلعت مش طايقاه. يا لهوي، بص بقى على الاصيله، اوريك الاصيله، بص عليه. ازيك يا اختي؟ تعيشي يا اختي تعيشي، والله انا قلبي ارتاح لك يا اختي. وانا كمان بقول لك ايه، انت اللي حدفك على هنا، جيتي هنا ازاي؟ التنسيق. والله كنت مقدمه سلطنه اسكندريه جابوني هنا. والله توزيع جغرافي وقصه مالكيش فيها يا اختي. يلا الحمد لله. الا انت مرتبطه؟ حبي الاول والاخير. سامع سامع الاصيل. كلميني يا اختي عنه، كلميني عن شكله. شكله ما يضحكيش عليه، زي الملايكه زي البومي. دخل علينا بالشمال، كان ادم وادم نحت. هي بتهزر. اسمع بس يا اختي، طالما شكله بومه يبقى اكيد شخصيته كانت قويه. امال ايه؟ لا في دي الحق يتقال يا اختي، ده كان يمشي يجري مصر كلها وراه. يا كان شخصيه جامده، كان حرامي غسيل معفن. يا عم هي بص يا اختي، لما هو كده ولا كده يبقى اكيد كان في ميزه، كان حنين. عارفه ده كان حنين قوي، حنيه الجاموسه على عيالها. ربنا مش مقدرها تقول كلمه حلوه. اقول لك حاجه، تعالى نظهر لهم ونفاجئه. يلا الظهور لعائله الوكيل، الظهور لعائله الوكيل. يلا نظهر لهم. يلا بخ، لما اقول لك بخ بخ. يا نجاتي انفخ البلالين عشان عيد الميلاد. يا سفله مش عارفيننا، بتشتغلونا وطلعتوا ما بتحبوناش، واحنا اللي قاطعين مشوار عشانكم. احنا كنا عارفين انه انتوا. هو انا ليا غيرك يا سباي؟ ايه ده، يعني انتوا عارفينه بتشتغلونا؟ طبعا. ينعل ابو هزاركم. بقول لكم ايه، خشوا جهزوا الشنط عشان انا حجزت في شرق الدلتا الساعه 6. عيني. يلا روح بسرعه. يلا والله عمري ما ركبت شرق الدلتا ده، متاخروش. يلا بينا. يلا احنا بص نرجع جواري عشان لو حد طب علينا نبقى في السليم. حكيم انا حبيت الموضوع بتاع الجواري ده قوي. بس يلا يا اختي، يلا مبسوط والله. يعني ايه انت فين؟ طب كلميني، طب ما تحسسينيش اني لوحدي. بقولك احنا بكره ندخل الكوافير معانا. بس كده حلو، ما فرقتش كلبه من معزه، ما فرقتش والله، ما فرقه كتير. اسمع عليها ثانيه واحده، مهما تعملوا فيا هفضل شمعه منوره، هتحاولوا تطفوا نور الشمس. لا انت كده مصدعه يا حبيبتي. بس سيبيها سيبيها يا اختي، سيبيها، انا اكلت نصها اصلا. وربنا ما فارق كتير، مش بس فارق. بس انا يا اختي خايفه نكمل في الجواري. لا انا مش خايف خالص. ليه؟ مش خايف، أنا ده موضوع عسل عسل بجد والله. او ربنا، اصل انا حاسه ان ضميري بياكلني لو فضلت جاري. ماتت قلوب الناس، ماتت قلوب الناس، ماتت بنا النخوة. اللي انتوا عاملينه في نفسكم. ثواني، انت بتظهر لنا احنا بس يعني؟ انا محدش يقدر يسمعني ولا يشوفني غير كل الناس. ايوه، ما الجملة عادية، انت عايز القرود تسمعك يعني؟ ايه اللي انتوا عاملينه في نفسكم؟ ايه ده، عاملين نسوان ليه؟ عاملين نسوان نتنا كمان؟ ليه بتعملوا في نفسكم كده؟ عشان ايه؟ عشان خاطر ايه؟ بتاخدوا كام يعني للي انتوا عاملينه؟ والله زينا زي اللي عامل راجل من نفس الفلوس. ما ليه حارق قلبك وحارق نفسك؟ ليه عاملين كده؟ نسيتوا ضميركم خلاص؟ قلبتوا ستات وجايين الحراملك؟ انتوا ما تعرفوش ان الحراملك حرام؟ ليه ماشيين في طريق الحراملك وناسيين طريق الحلالك؟ ليه ناسيين طريق الحلال لك؟ الظروف لك. الظروف لك؟ عمري ما كانت الظروف لك مبررك ابدا. انتوا نسيتوا ضميركم وغاب عنكم ضميركم وتاه وسط الاحلام وساب نفسه لحد ما ضاع ويا ريته ما محمد عدويه. مبروك كسبت الجنيه الذهب، الف مبروك.
الله يبارك فيك. تعرف انا عمري ما اعمل ست ابدا عشان انا مش محتاج للفلوس. عارف ليه؟ ليه؟ عشان انا عز. على فكره كذاب، كان عامل ست الاسبوع اللي فات. ايوه يا اختي، وكان انت مننا. ايوه. اه والله بقول لك ايه، احنا ندارى بقى لحد ما يجي اي حد يشقطنا بقى ولا حاجه. يلا يا بنات يلا بسرعه. المفروسه جت، المبطوطه بطي. انبطي يا اختي، انبطي يا مبطوطه. يا بنت اخلصي اخلصي، مش عايز اسمع صوتك. السلطان جاي. يجي السلطان يا اختي، سيب الغيره تاكلها. الحلاوه دي مش بتاعتنا، بتاعت ربنا. امال ايه؟ هو انا قلت له اخلقني حلوه؟ يا بنت اخلصي اخلصي. مفروسه منك، منك قمر. ايوه ما انا عارفه. آه. عارفه ومكدبه نفسي. يلا عمل الاسود، عمل الاسود. البس طرطور يلا. ايوه اقف هوا، انا واقف قدامك اهو. يلا هوا. ايوه كده. ها فيروز، ايه الاخبار؟ كله تمام يا مولاي. ها اخبار الحريم الجداد ايه؟ قدامك اهم يا مولاي. ايه دول؟ مش عارف. هما دول الحريم الجداد؟ اه. هما دول الجداد، دول الحريم؟ ايه الاغراء اللي في الشبشب يعني؟ مش فاهم. اه جديد، عرفنا ماشي. هاو. وايه الكلب الاجرب ده؟ هما دول الحريم الجداد؟ ايوه يا مولاي. سنبل اغا شافهم؟ معرفش. ده سنبل احلى منهم. فين سنبل؟ اهو. ايوه ايوه يا مولاي. ايوه على سنبل. ايه؟ اوف هنا كده. ايه؟ اوف هنا كده. اوه تقول لي مش رايق عليا. سنبل. ايوه. دربت البنات كويس؟ اه دربت. ايه ده؟ المخلوقات دي عرفتي تعمل فيها حاجة؟ ايه ده؟ المهم دلوقتي الراجل اللي هو بتاع أبرز جاي لنا على هنا. ها؟ عايز يخش يشوف استعراضات، يشوف بنات حلوين، اهتم بيهم. تلاشى يا مولاي، كله جاهز ومستنيين الضيف. خلاص الضيف دلوقتي على وصول. بقول لك ايه؟ احنا ناويين نقتله ان شاء الله، هنقتل الضيف. عشان انا اروح احتل قبرص. خلاص خلاص حاضر. خليكوا جاهزين. تلاش اقلغوا وقعدوا بقى، هزروا واضحكوا وارقصوا لغايه اما نحط له الاكل في السم ياكله يموت على طول. ماشي يا مولاي. فهمتوا الخطه اللي مش عايز اي حد يعرفها؟ حاضر حاضر. بيني وبينكم انتوا بس. ايوه اتفقنا. فين هو الضيف؟ ده قلنا. اتفضل. السلام عليكم. كرياكو. السلام عليكم. السلام عليكم. يا كرياكو ايه اللي اخرك؟ ابدا يا سيدي، وانا جاي فوق وماسي في الجو بالطياره فجاه الكاوتش فسه. الكاوتش هو اللي فسه؟ ايه ده؟ اه بصراحه لا، هو طلع العيب مش في الكاوتش، طلع العيب في البنزين. الطياره قطعت بنزين، نزلت انا والركاب بقى فتحنا باب الطياره قعدنا نزق الطياره حضرناها على جنب عشان لو في طياره جايه من ورا تخبط فيها، اصل ده طريق وان واي بقى سلطان. المهم واحنا ماسيين في وسط السما قول قابلنا مين؟ مين؟ سما المصري. قابلناها قالت لي احمد السبسب ضاع. قلت لها لا السبسب بتاعك في الحفظ والصوم ما تقلقيش. المهم خدت زركن البنزين ورحت على البنزينه هناك. بنزينة ايه اللي في الهوا؟ بنزينة انز هوا دي بتاع السعيد الهوا. المهم انا لقيت سعيد الهوا هناك، قلت خلاص ما فيش داعي للبنزين، خدت سعيد الهوا ادانا واحد امبليف عامل فرقعه في السكمر ورا مسيت الطياره بقت زي الفل. جيت هنا بقى وعايزين ننبسط. يبقى يستاهل الموت صح؟
أنا آسف اللي بسألك، أنا آسف. عموما يعني يا مرحب بيك وأهلا وسهلا ومنور، وعندنا عندنا دلوقتي استعراض هنقدمه لكرياكو. حاضر يا مولاي. تفضل يا كرياكو. حسنا حسنا. عندنا اللي هنا اللي هنا. نقعد هنا. تفضل تفضل. حسنا حسنا. هتولع سيجارة؟ معلش لا يعني ده جزء من الشو بنعمله ترحيبا بيك يعني. اتفضل يا سنبل اغا. يلا. حبيبي. حبيبي. انت فين وحشتني قوي. اخرس يا كلب. اخرس يا كلب. ايه؟ انا الكابوريا حلمي بحر. جايلك يالا. انت ايه يا عم؟ جايلك. انت ايه انت؟ من مباحث اداب الميه. تعالى تعالى ما تخافش يا عم سيدي. يا عم تعالى ما تخافش. في ايه؟ رياض يا هيما اللي جايبك هنا. يا جابر. في يا جابر؟ ساب مصر وجاي تركيا تعمل ايه يا ياض؟ هنا الفلوس كلها ياض، ناخد الفلوس ونرجع مصر يا شباب. مصر احلى من هنا. هنا الفلوس مصر اكتر. فيها الفلوس. فلوس ايه؟ مصر ياض تحط المليون على المليون تبقى مليونير، هنا هتحط الدينار على الدينار تبقى ايه؟ تليودير. تليودير؟ تليودير كبير. ايه يا تلم الفلوس هنا الدينارات وبعد كده لما ترجع بقى. بس مصر يا ام الدنيا. بس هنا الدينارات اكتر. لكن ام الدنيا هنا الدينارات تربها تبقى كتير معاك دينارات. ام الدنيا يا ما ام الدنيا. بس الدينارات هنا اكتر تكون. أم الدنيا مصر. ايه مصر؟ أم الدنيا. انا عارف خلاص يا عم، انا اقتنعت انا هرجع مصر. بس انا في بنت بحبها في تركيا ما اقدرش اسيبها. طب ومصر؟ أم الدنيا. ايوه حبيبي حبيبي. هجيب شامبوك بسرعة. وبالطريقة دي هقدر ادخل قبرص واحتلها على طول. السلام عليكم. السلام. انا اسفهم خاجة من اللي انت بتقوله، انا معرفش اكلم تركي. عموما سموك تتفضل جوه عند الحراملك. فيروز معاه يتبسط عشان بعد كده اكل. هناكل. فضل. اكل يلا اكل. فضل. ناكل ناكل اكل يلا بينا يا شكري. عاش يا سلطان البلاد ابن انت لابن شداد. عاش يا سلطان. يا بس انا سيبه يا شكري مالكش دعوه بيه. يا سيبه. معلش معلش. بس يا ابني. بس يا حبيب. بس يا باب. بس يا حبيب. بس صل على النبي صل على النبي صل على النبي. يعني انت مستحمل موسم كامل؟ صل على النبي. خلاص خلاص اخر روايه. ما حدش يعمل معاك كده. والله احسن واحد عندنا الولد ده. والله ما اعرف ابدا ان هو مجنون. ده مجنون. ده خد الواد نزل بيه. انت انت عبيط انت ما تعرفش ان هو. معلش معلش ما احنا اسفين. تعال اعمل السلطان. خد تعال. يلا يلا فضل فضل فضل. تحب نقفل الستارة ولا حاجة؟ فضل فضل. ايه ده؟ ايه وايه النزلة اللي نزل بيها يا معادي؟ عمل لي تابلتي مام سلام. معلش معلش. حاضر حاضر. وبراحتك يعني براحتك. أو بأي سرعة براحتك. فاكره عادي. وأنا عملت إيه في الأكل؟ حطيت في السم كله.
حطيت السم في الاكل؟ اه. مفيش اي صنف ما فيهوش سم بحيث ان انا اكل منه؟ لا كله في السم. مش اشكال الاكل، العصير، انا عايز كوبايه عصير وتزود فيها السم. اه. وكوبايه تانيه من غير سم، انا هشرب اللي من غير سم. طب ما احط سم في الاثنين. انت عايز تخلص مني يعني؟ ايوه. خلاص حط سم في الاثنين، بس عايزك بقى تعمل الاثنين مختلفين عن بعض، واحد اعمله كانتالوب وواحد اعمله كيوي. كيوي وايه كانتالوب؟ طب هو في سؤال، هو الكانتالوب ده كانتالوب ولا كان ايه؟ هو كانتالوب، هاته واعصره وحطه وحط فيه السم. ماشي. يلا شكرا. ماشي. ابعد عنه ابعد عنه ابعد عنه. دي جت منين دي؟ اتفضل يلا اطلع معاه اطلع معاه، انا اسف يعني بعد اذنك يعني. فضل. ماشي ماشي. تعال 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 فضل. تعال تعال تعال، احنا اسفين يعني. اتفضل اوقف هنا اتفضل. دستور. اه قائد الطرح. دستور يا جناب السلطان العظيم. يا دي الفنون الشعبيه اللي انا فيها. فنون شعبيه ايه يا مولاي؟ هو انت لسه شفت حاجه؟ انا شفت حاجه. لا كده رسمي يعني مولاي. ماشي ماشي ماشي. دلوقتي عملت ايه في الراجل الخاين اللي كان جاي عايز يقتلك؟ لسه ما عملتش اي حاجة يا مولاي، لكن اكيد هعمل ولازم اقبض على المتآمر عشان اعمل كده واقبض عليه بقى يا مولاي. لو قبضت عليه وقتلته انا هجوزك خديجة اختي. بتتكلم بجد يا مولاي؟ انا عمري هزرت قبل كده؟ هتجوزني خديجة؟ ايوه. اذا لازم ارقص رقصة الفرح في رمضان. وده اعقل واحد عندنا يعني. خلاص وافقت هتتجوز خديجة، بس الاهم تجيب لي المتآمر. انا عايز اقول لك على حاجة يا جلالة السلطان. فضل. مفيش اي متآمر، انا اللي عملت كل ده وخليت متآمرين كتير حواليك عشان تفضل تخاف وتفضل في احتياج ليا. ايه ده يعني مفيش حد عايز يتآمر عليا؟ لا. يبقى مفيش جواز من خديجة الا ما تجيب لي اي حد متآمر. هات لي اي حد قول لي ده متآمر اقتله بايدي. اجيب لك اي حد متآمر بس اتجوزني خديجة يا مولاي. المهم تجيب لي المتآمر. حاضر يا مولاي، اجيب لك متآمر يا مولاي. تفضل 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 مولاي. أنا آسف. مولاي حط النقط على الحروف قبل ما نطلع سوا على الروف، والسلك لمس يا فول مدمس، أنا عايز أغمس جعان هموت. دي مش هيام، ده أنت دخلتي في حاجة تانية خالص يعني. عموما يا هيام أنا تحت أمرك، اتفضلي. مولاي كان ليا طلب عندك. اتفضلي. ممكن تمنع وجود الجواري هنا في الحرم لك؟ معقولة؟ انا عندي حوالي 300 جارية هستغنى عنهم بسهولة كده، وازاي يبقى في حرام لك من غير جواري؟ يا مولاي الغيرة بتاكلني. الغيرة بتاكلك؟ اه. ما تقلقيش عمرها ما تخلص عليك ابدا يعني. بجد يا مولاي؟ عموما انا ممكن اخلي الجواري كلهم يمشوا وما يفضلش غيرك انت بس يا هيام هاني. اه. بس على شرط. ايه؟ الراجل الضيف اللي جاي لنا من قبرص ده عايزين نرحب بيه، وهم سلو بلدهم، اللي يرحب بيهم اما يتحط لهم عصير يشرب العصير كله. هيتحط قدامه كوبايتين، لو شربتيهم هستغنى عن الجواز. هشرب الكوبايتين؟ اه يعني دي حاجه بالنسبه لك سهله متهيألي يعني. ماشي يا مولاي تمام. اتفقنا؟ اتفقنا. في الحاله دي همشي الجواري كلهم. ماشي يا مولاي. يلا اتفضلي اتفضلي. تعال تعال، انت واقف مش عارف تعمل ايه. تعال اتفضل اتفضل. تعالى يا كرياكو، مفيش حد. تعالى. اسمها انا حبيبتي، بقالي 3 سنين ما شفتكيش، عامله ايه؟ انا حامل يا كرياكو. ايه ده مني؟ انا اخر مره شفتك كان من 3 سنين. هو انا جامد قوي كده؟ في ايه يا كرياكو؟ انا من اصول هنديه، بنحمل بعد 3 سنين عادي. ايه ده يعني انت عامل بقالك 3 سنين؟ يعني الواد ده في بطنك عنده 3 سنين دلوقتي؟ اعملي له سونار بقى، صوفيه عايز جلك كراسه الدراسات لانه ايه؟
ما تقلقش عليه هو تمام. اهم حاجه دلوقتي يا كرياكو ما تشربش السم اللي السلطان هيديهولك. السلطان هيحط لك السم في المشروب. ايه ده؟ بس انا عطسان والله العظيم، رقي ناسف مش قادر، نفسي اشرب اي حاجه. انت عبيط ولا ايه؟ هتموت يا كرياكو. لا هموت، لا خلاص مش هشربه ادام هموت. السلطان شكله جاي كده ولا ايه؟ خلي بالك يا كرياكو، اوعى تشرب السم. مش هشربه، مش هشربه خلاص. لا سلام يا كرياكو، مش هشربه خلاص. ايه ده؟ خلاص قلنا مش هشرب المشروب، في ايه المشكله؟ انا مش فاهم. وإيه الأخبار؟ كله تمام؟ لا ده زي الفل هنا. تمام كرياكو، احنا بنرحب بيك يعني ومنورنا في القصر، وكل الرجاله بتوع القصر هيجوا يحتفلوا بيك. رجال القصر؟ ايوه يا مولاي، ايوه رجال القصر. انت اول واحد تيجي؟ اقف ساكت يا رجال القصر، احنا بنرحب. عمرك يا مولاي السلطان العظيم. لا بنرحب بكرياكو، ويا ريت احتفالا بينا قدم له العصير. تفضل قدم العصير. انت ممكن اشرب العصير بعد الغدا؟ هو ده مكوخه، اوعى يا عم. ايه ده؟ مش قادر اشرب دلوقتي. معلش، اصل انت لو شربت قبل الاكل ده هيفيدك. ليه؟ لسبب بسيط. ما انا بس يعني مش قادر انا اشرب دلوقتي. انت بتشرب العصير؟ شربت السم. ما انت اللي حاطط السم بايدك في العصير يا غبي. ما هو طباخ السم بيدوقه. بيدوقه مش يشربه كله، دوق على لسانك بس. ايه ده؟ انت خدت لي السم جوه العصير. واضح الحكايه اتلخبطت، وانا مش فاكر قلت لمين يقتل مين. مش اشكال، ادي الاشاره اهي اهي. يلا اجري اجري. السلطان يا ابو سيد، يا ابو سيد استني استني يا اختي. ايه ده؟ الناس دي تحولوا شمع كده ليه؟ انا عارف كده. في شمعه ضربت، والله في شمعة منهم ضربتني. عمل ايه؟ قولك ايه؟ قول شبت سنم. شبت سنم. ايه ده؟ انتوا بتلعبوا اللعبة دي حلوة قوي. تعال سلموا. لا سلم، امشي انا كامل انا. يا رب بسم الله الرحمن الرحيم. مين؟ يا رب اعرف، يا رب اعرف. انت؟ انت؟ لا مش انا. اتكلم تنزل فيه. يلا يا حبيب بطل، ماشي ثبت سنم. هو ده ماشي يلا عجينا عجينا. خلاص انت مش عارف اللعبه دي، انت مش عارف، انت مش قلت لي تعالى احميك؟ ما سايبني اكل كل ده. خلاص بقى يلا نقفل المسرحيه العشوائيه دي. عشان كفايه قوي كده يعني، كفايه قوي عبط لحد كده. يعني بقى لنا ساعه بنعبط. فكفايه قول الحكمه بتاعت المسرحيه. هقول بقى حكمه المسرحيه عشان تخلص. ماشي. حكمة بقى بتقول إيه؟ طاعة الوالدين أهم من طاعة الأب والأم. الله حقيقي. لا لا أنا عندي حكمة، أنا عندي حكمة. إيه؟ يا مستني مراتك تعزمك على الفطار، يا مستني السبك ينتج أفطار. الله يا سلام. لا حلوة دي، يلا نقفل على كده ونلم الليلة ونتكل على الله. يا ابني هو احنا فاتحين كشك نلم الليلة ايه؟ ما ينفعش. بس ولا انت ولا هو تقول حكمة المسرحية. مال مين؟ فتودونا في داهية. استاذ اشرف هو اللي بيقول الحكمة. يا استاذ اشرف، يا استاذ اشرف، استاذ اشرف. مش لاقيين حاجة تقفلوا بيها طبعا. الفكرة كلها بتاعت المسرحية بسيطة جدا، والحكمة موجودة عندي. حكمة بتقول يا مستني المسلسلات التركي تخلص عمرها ما تخلص ولا حاجة.